وسنستمر بهذا العمل وسيسرني أن أشير إلى أنه يشارك للمرة الأولى في هذا الاجتماع رئيس أذربيجان السيد أليف. أود الترحيب به بيننا، كما أود الترحيب بالوفد المرافق له الذي انضم إلينا. وأود أيضا أن أرحب برئيس أوزبكستان، وهو سيتحدث معنا من خلال تقنيات الفيديو. أرحب بكم جميعا، كما أود أن أرحب برئيس تاجيكستان. فضلا عن ذلك أود الترحيب بالجميع. هل ترون وتسمعوننا؟ شكرا لمشاركتكم معنا خلال هذا الاجتماع، وأود أن أعبر عن ثقتنا بأن دولنا ستعمل قدر الإمكان لتوسيع التعاون بين بعضها البعض، بالإضافة إلى العمل مع الخماسية. واليوم في 25 من مايو сегодня мы уже это констатировали, рост ВВП составляет у них 12, да? وقعنا على اتفاق الذي يوسع التكامل بيننا ويعمقه. لا نزال مستمرون في تعزيز اتحادنا، وهذا يثبت نفسه على أنه أحد المراكز المستقلة والفاعلة من المراكز المهمة للتنمية والتي تعمل بفعالية. ونتوجه إلى التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين حياة المواطنين ورفاهيتهم في بلادنا. ونعرف أن هذه هي الأهداف الرئيسة التي تصب إليها الفعاليات المختلفة خلال رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هذا العام. وسنسعى معا لكي يتم التوصل إلى أعلى المستويات من التنمية والتطور لدولنا أجمع. لا نتمكن من اللحاق بأرمينيا بالطبع، ففي خلال هذا العام مستوى التنمية قد وصل 12.1%. وعلينا أن نقوم بواجبنا لكي تتمكن كل شعوب المنطقة أن تزور الدول الخمسة وكأنها في ديارها. فضلا عن ذلك علينا تأمين الحركة الحرة للبضائع ورؤوس الأموال، ويجب أن تتكامل منافستنا كدول أعضاء. علاوة على ذلك، востребованы слаженные усилия по укреплению технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. По достижению الإسهامات المشتركة لعام 2030 وعام 2045 يجب أن تستمر، ونعرف أنها تعنى بالكثير من القطاعات. ونحن حتى نهاية العام سنصل إلى النتائج الملموسة بشأن هذا الموضوع. وأعول على أن الهيئات المختصة سوف تعمل في هذا المجال. أما فيما يتعلق بالمسائل المحددة للتنمية في الاقتصاد في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فهو تنفيذ المشاريع الإنتاجية المشتركة ذات علامة تجارية للاتحاد الأوراسي. بالإضافة إلى ذلك، جودة هذه البضائع في العالم الاقتصادي يجب أن تتميز بأعلى المعايير والمستويات ويكون حاملة للعلامة التجارية لدول الخماسية. وعلينا أيضا أن نصل إلى الاستقلال التقني، ولذلك علينا أن نتواصل ونتوافق على آلية الابتكار التي ستسمح لدولنا بأن تكون مستقلة
في المسارات والقطاعات المهمة والرئيسة في التقنيات العالية الجودة والمتطورة والحديثة. ويوجد نهج لتقليل التعاون في هذا المجال مع دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك يجب إقامة تحالفات للتعاون في مجال التقنيات العليا بمشاركة دول ثالثة، وذلك لإنتاج أو للشروع بإنتاج معمق يؤكد أن التعاون بين الخماسية في التقنيات المعلوماتية قد بدأ في عام 2017. ومن المهم أن الدول الأعضاء في الاتحاد قد وضعت منظومة موحدة رقمية تساعد في تكامل الخدمات الرقمية للدول الأعضاء ككل ولكل دولة على حدة. وتم المضي قدما بمسافات كثيرة في هذا المجال وحققنا نتائج جيدة. بالإضافة إلى ذلك علينا أن نهيئ البنى التحتية المالية وتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية وتهيئة الظروف لكي تبقى رؤوس الأموال ضمن حدود بلادنا، وأن يستثمر في التعزيز المستقبلي لبلادنا. ولهذا الهدف تم تشكيل وكالة التصنيف لتقييم التطور الاقتصادي في منطقة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومثل هذه المعايير يجب أن تكون ملزمة وأن يكون العمل موضوعي وبناء في هذا المجال. وإن لم يكن كذلك لن يكون من معنى لمثل هذه الجهود المبذولة. يوجد أيضا اهتمام كبير بتغير المناخ بالإضافة إلى تناغم الجهود ومواقف مشتركة بما يدعى بمنتدى المناخ للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإقامة التحاليل والدراسات فيما يخص المناخ والطاقة الخضراء والمنظومات المائية والحفاظ على التنوع الإحيائي. А также всемерно содействовать развитию туризма в рамках евразийского интеграционного контура. وسنشدد أيضا على إعادة تقرير القمامة وغيرها من المشاريع. أود الإضافة إلى أن الحريات الأربعة لتحرك البضائع ورؤوس الأموال مهمة جدا، ويجب أن أضيف أيضا المعرفة، ولا بد من إيجاد مراكز مشتركة للتعليم والطب وسيساعد ذلك على تطوير الفضاء الاجتماعي بالإضافة إلى الأيديولوجية العامة. لقد ناقشنا خلال الجلسة المصغرة وبشكل مفصل هذا الموضوع وتكلمنا عن أهمية هذه المراكز وخاصة بالنسبة للجيل الشاب. ولابد أيضا من زيادة التعداد السكاني في دول الأعضاء وتقديم المعلومات بشأن التكامل للرأي العام في دولنا، ويجب أيضا إنشاء شبكات سياحية جديدة، ولابد من إيجاد كوادر وتجهيزها لهذه الأسباب. وهنا لابد من التنسيق فيما يتعلق بالبرامج المهنية والتخصصية ووضع معايير للكتب والتعليم، وكذلك وضع مناهج مشتركة في المناهج التقنية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك يجب أن نتعاون في مجال التبادل العلمي والتدريبات
в арабском мире, в Африке, в Латинской Америке. وأود الإشارة إلى أن التكامل المستقبلي يتطلب تعميق الآليات الوطنية والإقليمية التي وضعناها بما في ذلك اللجنة الاقتصادية الأوراسية التي يجب أن تكون ردودها سريعة بالنسبة للتغيرات الحالية. علاوة على ذلك لابد من إلاء مهمات أكثر تخصصا بالإضافة إلى أن تتحلى هذه اللجنة بخبرات أكثر. وعلى هذا الأساس علينا الحفاظ على سيادة كل دولة من بيننا ونجعلها جذابة للتعاون مع الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك لابد من السعي للشراكة المتبادلة والقائمة على المنفعة المتبادلة في آسيا والدول العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. والتعاون الذي أقصده هو التعاون مع التحالفات والاتحادات، منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس وغيرها. ولابد أيضا اقتراح العمل مع دول أخرى وتعامل مع الخماسية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واستخدام العملات الوطنية.